خرجنا هذا اليوم احنا مجموعة شباب في سفرة الى منطقة بحيرة برزان، وهي منطقة نهر دجلة غرب نينوى، حيث مع تحسن الاجواء وفصل الربيع وزيادة منسوب نهر دجلة يخرج الشباب والعوائل لهذا المنطقة تحديدا، وذلك لانها تعتبر المتنفس الوحيد لهذه المنطقة، وذلك بسبب جمال الطبيعة والامان الحمد لله. والله الاجواء ما شاء الله طيبه هنا بحيره برزان، وحنا سنويتنا هذه نطلع عليه، يعني هو هذا المتنفس الوحيد للمنطقه هذه كلها، كعوينات عربيعه على زمار، والحمد لله السنه منسوب المياه ايضا هم زايد، وما شاء الله انت شفت الاجواء وما شاء الله الخير، والسنه ربيع والشباب الحمد لله هم كلنا مجتمعين مع هالربع. فوق ثمانين